السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير. كيما شفتوا اليوم جبت لكم هذا البلا غوسيت تاع كوفيت اون صوص، حاجه سهله بنينه وصيفيه. دونك خليكم معنا باش تشوفوا طريقه التحضير. اذا كنتوا لا بروميير فوا اللي تشوفوا قناتي، ما تنساوش تابوني وتكتيفي ولا كلوش تاع التوت باش يوصلكم كامل لي فيديو جديد اللي نديرهم. وهيا نبداو. دونك هنايا لي زانغريديون اللي عندي حبه طماطم كبيره مرحيه، عندي هكا كونتيتي تاع لي كوفيت منقيين ومشلين، وعندي لي زيبيس. زيبيس عندي هنايا مغرفة كمون، مغرفة فلفل عكري، مغرفة بصلون بودر، مغرفة تومون بودر، عندي نص مغرفة ديال الملح، وعندي زعترة والرند، ومغرفة صغير فلفل كحل. كيما عندي هنايا فصوص تاع الثوم، هنايا درت 6. دونك هنا اول حاجة نبدا بها هي ندير مغرفة تاع زيت كبيرة في مقلاة، خليتها على نار قليلة تسخن، ومن بعد فرغت عليها هذوك لي كروفات هكاك وحدهم بلا لي زيبيس بلا ملح بلا والو، خليتهم يتقلاو اونفيرون 2 مينوت على نار قليله. من بعد نحيت لي كروفات وحدهم، درتهم في طبسي وخليت هذيك لاصوص دو كوتي. دوكا نروحو بريباريو لاصوص طوماط ديالي. درت في لاشوار الفصوص تاع الثوم، قطعتهم ودرت كامل هذوك لي زيبيس ورحيت كلش في لاشوار حتى وين رجعت عندي هاد لاصوص. من بعد فرغت هذه لاصوص على المقله هذيك اللي خليت فيها اللي قليت فيها مع الاول لي كروفات، وحطيتها على نار قليله حتى يعني تشرب شويه، يعني حتى ولات تبقبق وشربت لاصوص. درت لها ورقه تاع الرند ودرت لها لي كروفات، حركت كلش وخليتها على نار قليله. دوكا هنا في طيابها ما حاش دي وقت كبير، على بالكم ديجا الحوت يطيب بالخف، يعني خليتها هكاك واحد دي مينوت وطفيت عليها. وبهذا يكون البلا واجد. تنجمو ديرو شويه معدنوس عليه مين يكون يطيب، سينو ديرو كيما درت انا في لافام. من حطيتو البلا قطعت شويه معدنوس من الفوق وحطيت له سيترون، وهذا هو الكروفات ديال نهار اليوم. جيسبر لا غوسيت تكون عجبتكم. بقالي نقول لكم غير تهلاو في رواحكم، تلاقاو فيديوهات جايين ان شاء الله. اي باي باي.